لا مش هتعرف تفكيه. لا مش ده لا لا باسورد ده باسورد باسورد باسورد. دخل ايدك put her up. بسمة انت تعبتيني، انت تعبتيني وعورتيني في الحلقة دي. خلي بالك اللي بتبقى نيته وحشة ربنا بيبتليه. put her down. بسمة انا عملت معاك الصح يا بسمة، بعد الصدمة بتاعت النهاردة دي هتنسي كل صدمات حياتك، اي مشكلة هتقابلك في حياتك هتبقى ولا حاجة بالنسبة للي حصل النهاردة. سقفولها يا جماعة. دلوقتي عايزين نعمل حاجة لذيذة. هيفكك 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 هيفكك. بسمة اوعديني انك ما تمديش ايدك، اوعديني يا بسمة. بسمة اوعديني يا بسمة انك ما تمديش ايدك يا ابن الله. اوعديني اوعديني انك ماشي. عدالة الزماء. لا لا بسمة بسمة بس لا لا لبس تقل يا حيوان. بس يا بسمة بس 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 مش هتعرفي تطلعي. والله انا هطلع. لا لازم اطلع انا الاول. لا مش هتعرفي والله. لا مش هتعرفي. وديني انا هطلع الاول. نهار ازرق هجيبك على فكره، ممكن اشدك زي ما انت شدتيني. البنطلون هيقع. الارض مزحلقه عادي. بص اهو اهو عادي. بصي عايزينك على ما عنديش ثقه فيك. في علاج للصدمات. امشي. انت تاخدي صدمه فتروحي واخده صدمه اقوى منها. اسمعي ما هو انت مفيش حد يلبس التنوره اللي انت لابساها دي. حد لابسه لبس مبوطي هزقتني اقسم بالله. بالراحه 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 عشان ما تتكهربيش. انت لابسه ايه تحت دي؟ بطانه دي ولا ايه؟ استنوني في رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على ام بي سي. استنوني في رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على ام بي سي.